يقول السائل: إذا ركع الإمام وهو في ركوعه يقول الله أكبر وكذلك في السجود، يعني إذا اطمأن في ركوعه وفي سجوده. تكبيرات الانتقال تكون في وقت الانتقال ولا تكون في الركوع ولا في السجود، إنما تكون في وقت الانتقال من ركن إلى ركن. فإذا خر ساجدا من الوقوف إنه يكبر في أثناء هويه إلى الأرض، وكذلك إذا ركع يكبر في أثناء الانحناء، في أثناء الانحناء. وإذا كان جالسا وسجد فإنه يكبر في أثناء نزوله من الجلوس إلى السجود وقت الانتقال، ولا يؤخر التكبير إلى أن يدخل في الركن. نعم.